كل جيوش العالم هي واجبها الدفاع عن الوطن، حماية الحدود، حماية استقلال وسيادة البلد. فقط جيشنا هذا واجبه هو واجب الأمن الداخلي اللي هو إلغاء دور الشرطة، وبذلك ارتكبنا جريمتين. الجريمة الأولية احنا ما خلينا الجيش لا يتدرب ولا يعيد تنظيمه ولا يعيد تسليحه، ولا انطيناه الفرصه ما يحتك بالمدنيين يكون بالمعسكرات مالته. وايضا بنفس الوقت الغينا دور الشرطه الاتحاديه بممارسه واجباتها، واركناهم فقط ياخذون رواتب وارزاق الى اخره. وعمليات الامن الداخلي وصلت نتائج الرشوه والمحسوبيه والرتب والمناصب والبيع والشراء، وتاليتها فقدنا 3 محافظات بجيش قوامه تقريبا بال 400,000 ما قدر يصمد ب3 محافظات قدام 20 مجرم من مجرمي داعش الارهابي.